أنا أتبع في العمل بتاع الكشافة في قيروان، فرع قيروان، عمل مشرف جدا، وهذا اللي نعرفه نحن على الكشافة في قيروان والحركة الكشفية ككل. هي مبادرة طيبة، ونحن نعرف هذه إلا ما هي خطوة أولى، مبادرة لإبراز الحق فلسطين، وقلنا الحق هو حق فلسطين الذي لا يسقط بالتقادم. هي المبادرة الأولى، وإن شاء الله نحكي صوت الجاوية ندعموها بالوسائل الكل. إن شاء الله المرة الجاية سي خالد ونعمل إن شاء الله وجود أكثر وأكبر، تكون الإعانات أكبر. هي تبارك الله تبارك الله، معناتها اللي نرى فيه الإعانات متنوعة من ناحية طبية، مواد طبية، مواد غذائية، حتى أغطية، مولدات كهربائية، معناتها الحاجيات متوفرة لهنا. إن شاء الله خطوة جاية تكون أكثر من هكا، قافلة أكبر نعملوها. سي القائد عنده موجود، تنطلق بحول الله قافلة بتاع مساعدات لإخواننا في غزة، هذه الجزء الأول من المساعدات، وتعقبها إن شاء الله رحلة أخرين. شكرا لكل المتطوعين، شكرا لكل المساهمة بسيارات وبالحافلة بكل الإخوين، نعطيهم الصحة بارك الله فيهم. المساعدة تتمثل في مولدات كهربائية، مكثفة أكسجين، كراسي، وبعض أجهزة طبية أخرى، والأساس هو الأدوية بتاع الحرائق وبتاع اللي يحتاجون لهم حقيقة الإنقاذ واللجنة. وهذه بعد دعم وإسناد وإرشاد من أخينا الصيادلة والأطباء، ومجموعة كبيرة من الأغذية، ومجموعة من الأغطية. هذه متجهة إلى المقر الرسمي للهلال الأحمر التونسي، اللي هو المتكفل، هو العنوان الوحيد لتجميع الإعانات، ومنها إيصالها بطبيعة لخيانا بطبيعة في الهلال الأحمر المصري، ومن هو يسلمها يتعهد بإسلام تسليمها إلى الأحمر الفلسطيني. الحياة فهم زهرة الحياة.